windowwedding.com كل شيء انتم بحاجه له للبيج ايفنتس وخاصه للاعراس. وبنقول عرس اهم شيء اكيد بتكون العروس ضروري تكون محضره قبل بوقت لتكون مرتاحه يوم العرس وباحلى حله. طبعا هيدا السايت اذا حابين ترجعوا له لتعملوا سيرش او بكون هو كمان عامل كثير من البحث عنكم. اليوم بالاستوديو معنا إليان خوري من إليان خوري بيوتي لاونج الفنار لنحكي اكثر عن العروس واحتياجاتها. اهلا وسهلا فيك. العروس طبعا بحاجه لكثير اشياء، رح نحكي سوان، رح نحكي كثير اشياء قبل العرس وخاصه اذا عم نقول تاتو، يعني لازم يكون في شغل قبل بوقت. بس لفتني عم تقولي لي هير تاتو، شو يعني هير تاتو؟ هير تاتو هو تكنيك جديده عم نعملها اكيد عبر مكنه جديده نازله. نشتغل على فورم 3D بالحاجة، بنرسم شعرة شعرة لدرجة انه بنخلي الشعرة تبين كأنه هي شعرة حقيقية بقلب الحاجب. والست يلي ما بتحب التاتو القوي اكثر شيء عم تكون مرتاحة فيه لانه هو عن جد ما ببين انه عاملة تاتو وهالقد طبيعي، يعني كثير ببين طبيعي. تبقى هون في غير بروسيجر او في غير طريقة للشغل ووقت الهيلينج تايم قد ايه؟ هو بالمبدأ يعني هي تاتو بس التكنيك بتختلف، يعني طريقة الشغل بتختلف، حتى اختيار اللون بنختار اللون حسب الشعرة، شعرة الحاجب شو لونها، لحتى ما يبين في فرق بين الشعرة الحقيقية والشعرة اللي نحن عم نرسمها. أكيد بندرس أقسام الوجه، شكل العين، فورمة الوجه، كيف هي مثل اي تاتو عادي يعني، بس مثل اي تاتو عادي، بس الفرق انه هيدا عم صرنا اكثر عم نميل للطريقه الكثير طبيعيه بالحواجب. اكيد كل وجه بيتطلب فورم معينه له. الوجه المدور مثلا بنروح اكثر للحاجب شوي عالي، اذا الوجه شكله كاري او طويل بنروح اكثر للحاجب الستريت. في حسب يعني كل بشرة، كل لون، حتى شكل العين. احنا عم نشوف هون تاتو والميك اب وشو كمان؟ هيدا اكثر كل شيء، هير تاتو هو كيف ببين اكزاكتلي، وميك اب العروس. نحن كمان نعمل ميك اب لمختلف المناسبات وخصوصي العرايس. عم شوف صور حلوة. هلا طبعا العروس كثير مهم، بس كمان يعني السيدة لما بيكون عندها ايفنت بتحب انه تكون يعني مبينة مرتاحة وجهها مرتاح، وهذا شيء بيتطلب شغل قبل بوقت، يعني مش بس الميك اب بنهارتها هو بس اللي لازم يكون عم يعمل الفرق، لازم تكون البشرة محضرة. كيف؟ صح. هلا الست اجمالا نحن بنبلش نحط امبول قبل الميك اب لحتى نريح لوجهها. هلا العروس لا، مش بنفس النهار اكيد، العروس مفروض تجي لعنا قبل بشهرين نبلش نعمل لها تريتمون لبشرتها، شو في قصص تعبانه نريحها، فينا نعمل ميزوثيرابي، فينا نعمل نتوياج، في كذا شغله فينا نعملها لحتى قد ما فيها نهار عرسها يكون وجهها كثير مرتاح، لان اذا ما كان وجهها مرتاح يعني قد ما يكون الميك اب معمول بطريقه بيرفكت يعني بضل في شويه تعب يبين. اكيد لا يعني بقرب شهرين لنوصل لنهار العرس المفروض نبلش نهتم فيها، ان كان من ناحيه البشره وان كان من ناحيه حواجبها، لانه عن جد ما نستخف ابدا بالحواجب، الحواجب هن اهم نقطه بتخلي العين تبين حلوه، يعني منن مسحه بالنسبه للوجه. ضروري انه يكونوا مرسومين وبشكل كمان طبيعي، لانه هلا لما عم يكون التاتو كثير قاسي كمان عم يكون بيأذي العين، مش عم يكون شوي العين. صح. فإذا لما بنحكي سوا حكيتينا عن الميزو، الميزو على فترات او ميزو هي سيشن وحده او كل شهر مره ينعمل لحتى يريح البشره؟ مزبوط، يعني كل شهر بنعمل سيسيون لنوصل لنهار العرس يكون الوجه كثير مرتاح. حتى الميك اب بس نعمله في كذا اسلوب فينا نشتغل فيه لحتى يبين البشره مرتاحه، يعني في اوقات بنسميك، اوقات بنرقق، حتى نحن بننصح العروس قبل ما تجي نهار عرسها يعني ما كثير تكون عامله برونزاج كمان، لانه في كثير بيلجأوا للسولاريوم للبرونزاج هيك، يعني عائله مش على الوجه. مزبوط، بنخاف تكون مقشره البشره، بنخاف يكون في حروقات، يعني هيدا شغله افضل من قبل بشهر ونص العروس ما تعمل برونزاج من عرسها.
ولا حتى سولاريوم طبعا عدلي. على قليله على وجهه. بس شو في اشياء ثانيه بتقدموا في بيوتي لونج؟ نحن فينا نعمل يعني حتى لانه بتعرفي العروس كثير عم بهمها اليوم تكون شوي برونزي، فيها تلجا اكثر للسبراي تانينج. نحن عندنا سبراي تانينج، نحن اجمالا كبيوتي لونج عندنا كل شيء، يعني حتى في ناس بيهتموا بالضفير، في ناس بيهتموا بالسوان، في ناس بيهتموا بالميك اب، يعني كل حدا باختصاصه طبعا. واكيد الست بتجي لعنا فروم اي تو زي، كل شيء فيها تعمل، تهتموا فيها بكل شيء. طيب بس نحكي عن عرس، اوقات كثير بتحب العروس انه تشوف مكياجها قبل بوقت، يعني تتاكد كيف رح تكون نهار العرس. هون يعني الاختصاصيين بهالمجال يعني بيفرقوا عن بعض بهالموضوع. مزبوط، نحن بالمبدا بنعمل مش بقولوا إيسي قبل العرس بجمعتين، لحتى هي تكون مرتاحه، بنعطيها فكره يعني اجمالا. ما بيكون 100% يعني هو ذاته، لان اكيد نحن بنهار العرس رح نريح البشره بغير طريقه، يعني رح نحط برودكت خصوصي لنهار العرس، بس نقدر نعطيها فكره كيف رح تطلع حتى هي ترتاح نفسيا، وحتى نهار العرس نحن وعم نشتغل هي الشكل العين الالوان مزبوط. شو رح يكونوا؟ حكينا عن تاتو الحواجب، بس في تاتو كمان ما بعرف يمكن اي لاينر او حتى تاتو شفاف. مزبوط، نحن بنعمل كمان اي لاينر وشفاف، وحتى الشفاف عم بيكون اوقات عم نشتغل بطريقه كثير ناتورال عليهم، يعني الست اللي ما بتحب يبين انه هي عامله تاتو عم نستعملها الوان اكزاكتلي لون شفتها، حتى بس نكبر لها شوي ونبينها مقلوبه، يعني عم بيكون عن جد كثير حلو خصوصا بالاساليب الجديده اللي عم نستعملها. والشفاف مثل الحواجب بدهم نفس الوقت يعني لحتى يصيروا اجمالا جاهزين. نحن ما كثير عم ناخذ وقت فيهم، يعني ماكسيموم عم بياخذوا معنا حوالي نص ساعه، ان كان الحواجب وان كان الشفاف، يعني حتى الماشينة اللي عندنا سريعه. وبعدين شو مطلوب من بعد التاتو؟ ما تتعرض للشمس مثلا او لقد يعني وقت؟ مزبوط، 5 ايام ما تتعرض للشمس. خمس ايام ايه، وتستعمل اكيد نحن بنعطيها دواء تستعمله من بعدها، واجمالا هيدا بالنسبه للتاتو، يعني بس انه تنتبه له شوي من المي، من صابون، من هول القصص. يعني شو في كمان باليان خوري بيوتي لونج؟ هل في عنايه بالجسم او نحن كثير جسم اجمالا ما كثير، بس عندنا ناس فينا نبعث لعندهم يعني، وكثير عندنا ثقه فيهم، وكمان في معنا ناس بيهتموا بالشعر للعروس، يعني اذا العروس بتحب تعمل كل شيء بتعرف، يعني احيانا لتخلص كل شيء بمطرح واحد اوقات، في عندنا ناس كثير شاطرين كمان شعر وفيهم يعملوا لها اسي وكل شيء. كمان اهتمام بالشعر قبل بوقت ضروري؟ اكيد كسوان، يعني اكيد كسوان اكيد. هلا يعني انا بالنسبه لي بحكي عن دوماني، بس الكوافير اكيد بيعطيها كل شيء فيها تعمله لحتى تخلي شعرها يبين كثير حلو نهار العرس. الناس على الميك اب نفس يعني الست او نفس العروس رح يكون بيلبق لها كثير اشياء. مزبوط. هلا هون بيكون كمان العرس فيه الوان معينه، فيه تام معين بياثر على الميك اب؟ اجمالا لا، يعني نحن بنتأيد هي شو بيلبق لبشرتها، يعني او شو بيلبق لعينها، يعني كيف هي ممكن تبين اجمل شيء نهار عرسها. اجمالا بناخذ فكره عن الوان هي بتحبها، مثلا شو لابسه، مثلا الشبينه، شو انه بناخذ، بس اجمالا هي لازم يكون شيء هي خاص فيها، يعني ما كثير بنتاثر بالالوان اللي هي من برا. وطبعا فستان العرس عاده ابيض، بس اوقات كثير بيكون كمان دخل له شيء لون، دخل له الوان، او بيكون يعني اوف وايت، او كمان هون بياثر على التان او على بياثر طبعا على التان، وبياثر يعني حسب هي كيف لابق لبشرتها، اوقات بنغمق لها حتى كثير وجهها لحتى يبين انه الابيض، حتى الابيض ما بيلبق لكل الناس. صح، بنضطر نشتغل اكثر على لون كتافها، على مش بس على وجهها، يعني لحتى يطلع حلو مع فستانها. قلتي لنا في عنايه بالاظافر كمان، وهون اذا كان في اي شيء زياده لازم ينعمل غير انه الفيرني او غير المانيكير، كمان لازم يكون قبل بوقت. مزبوط، كله بينعمل اجمالا. مثل شو عندكم بالنسبه للأرض؟ يعني كل شيء اكريليك، جيل، كل شيء خاصه بالنيل ارتس، يعني حتى في عندنا ناس بيرسموا بطريقه كثير حلوه على الضفير، للست اللي بتحب الرسم اكيد على ضفيرها. خاصة دائما في اشياء جديدة ودائما بتطور هالدومين. فإذا العروس أنت قبل بوقت قد ايه لازم تكون يعني عم تستشيركم؟ المفروض تجي لعنا اجمالا قبل بشهرين من عرسها، اكيد هي بتكون حاجزة قبل، بس لحتى نبلش ستيب باي ستيب نشتغل معها على كل شيء يريح لها وجهها، على كل شيء خاصه بضفيرها، يعني اجمالا كل شيء خاصه بجمالها بنحضره من قبل بوقت. من قبل بوقت ضروري انه يكون كل شيء عم يتحضر لا
توصل نهار العرس تكون مرتاحه. ميك اب العروس قد ايه بياخذ وقت؟ اجمالا بياخذ حوالي 3 ارباع الساعه لساعه. هالقد مزبوط، لانه ميك اب العروس ما بيكون بس يعني كفون دو تان وكعينين وكهيك، بيكون اكثر تظبيطات بمطارح، تغميق، كوريكسيون لمطارح، واوقات في مطارح بنحطها ان فالور اكثر من مطارح. رفعه الشعر او موديل الشعر بياثر كمان على اي ميك اب بدك؟ ايه طبعا، حسب يعني الشعر اذا على الوش شيء واذا مرفوع شيء، يعني بنشتغل لازم تكون على علم بكل بعضهم. يعني اجمالا الشعر لازم يكمل الميك اب، والميك اب لازم يكمل الشعر. فاذا نهار العرس كمان في ستريس تبع العروس يلي يعني بيكون ببين عندكم اكثر شيء يمكن، صح؟ يعني بتخفي عن كل العالم بس ما في كثير تخفي عليكم، كيف تتعاملوا مع هالموضوع؟ نحن اكيد بنعرف انه هي بتكون كثير متضايقه ومعصبه وهيك ستريسية، وبدها تكون اكيد بيرفكت يعني، فلا متقبل الوضع حتى لو كانت معصبه وعيطت. اوقات في عرايس شوي بعيطوا هيك، لا بنضل مدارين الوضع معه وبنجرب قد ما فينا نريحها، لانه بالنتيجه هيدا نهار عرسها هي يعني. والميك اب انتي تيرز، ما الدموع ما بياثروا فيه ولا؟ لا اجمالا يعني نحن الميك اب تبعنا بنستعمل قصص لانه خاصه بالعروس، بتكون شوي ما بتتاثر بالدموع وهيك، بس انه اكيد الى حد ما يعني. اليان اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك معنا. windowwedding.com اذا كنتوا حابين تعرفوا اكثر عن اليان خوري بيوتي لاونج بالفنار، او اي معلومه ثانيه انتم بحاجه لها بالنسبه للبيج ايفنتس على windowwedding.com. هلا وقفه بنرجع نتابع.